من أمام قوس النصر أحييكم. قوس النصر الأمر ببناه نابليون بونابرت علشان يخلد ذكراه ويخلد انتصاراته. في الداخل من جوا مكتوب على الجدران بتاعته حوالي 660 من القادة العسكريين بتوعه، 96 من انتصاراته الحربية. فما اكتملش في حياته، اكتمل في حياة الملك لوي فيليب. يمتاز قوس النصر بالموقع الاستراتيجي في قلب عاصمة باريس، هو في شارع شارلي دي جول، ومنه متفرع 12 شارع جانبي، ويقع أيضا في الواجهة بتاعته في الشانزليزيه، يعني تحول بعد كده لجندي المجهول ويوم الثورة وكل الاحتفالات بتيجي تحتفل هنا عشان الشعلة تحت. في نجوم من جوا تدل على كل نجمة بتبص على الدولة اللي كانوا محتلينها الفرنساويين زمان. لمتابعة الفيديو تابعوا الفيديو للنهاية، وأرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. معلش الدنيا زحمة موت ومش عارف أصور عشان العربيات كل ورايا، أنا في نص الشارع أهو. طبعا أتمنى الفيديو يعجبكم إن شاء الله. على فكرة ممكن تنزلوا من هنا من النفق ده عشان تخشوا القوس النصري. Yeah.
نازلين من النفق، نمشي في النفق طبعاً لحد 200 زي ما انتم شايفين. وفي قطع تذاكر هنا في مكتب التذاكر قدام شوية، التذكرة ب 16 يورو بس أنا ما كانش معايا بس هو يعني في الشارع كل المصير مستقيم الشارع، يعني انت ممكن تبقى من فوق او الشارع تشوف البرج ايفل، تشوف المسلة المصرية في شارع الشانزليزيه وميدان كونكورد. منظمها طبعا كانت اي كلام باريس زمان، فطبعا بفضل المهندس العبقري اللي اسمه عثمان داية في ايام نابليون بونابرت راح طبعا فكوا باريس كلها وهدوها، وبينهم تاني بنظام شوارع نظيفة عشان شبكات المية ويعني حاجات كتيرة فنظموها، حتى تلاقي كل المباني شبه بعضها في باريس العاصمة. فنظموها تنظيم بارع يعني بصراحة، فهم خلونا نشوف الجمال ده كله فيها. قوس النصر طبعا هو قوس يقع على رأس طريق الشانزليزيه، يعني بدايته الشانزليزيه تشوف الكونكورد، لكن هو في ميدان شارل ديغول. الميدان ده اسمه شارل ديغول، وحوالين القوس 12 شارع لفين حواليه، يعني كل شارع بتخش وبتوصل للمكان اللي انت عايزه. شوارع مزينة طبعا كلها بالأشجار، وبالذات شارع الشانزليزيه كله أشجار على اليمين وعلى الشمال، مديله جمال يعني أكتر. الشارع ده اسمه الميدان ده اسمه ميدان شارل ديغول، وكان اسمه النجمة سابقا، وهو ملتقى 12 طريق زي ما قلنا، وبدأ العمل في قوس النصر في بداية القرن 19. وأراد نابليون بونابرت عشان يعني خلد الانتصارات الجيوش الامبراطورية بتاعته، خلد انتصاراته، إلا أن إنجازه الفعلي تم في عام 1836، يعني في زمن الملك لوي فيليب الأول، يعني ابتدوا في بناء 1808 وافتتحوه 1836، يعني خد حوالي 28 سنة. والقام بتصميمه طبعا مهندس عبقري اسمه فرانسوا جون فرانسوا شارليغان، على يعني ارتفاعه 49.5 متر على هضبة شايو، ليكون مركز نجمة تنطلق منه 5 جادات رئيسية اللي بيقولوا عليهم دول الأماكن اللي كانوا محتلة فرنسا وكده محتلها فرنسا. وأضيفت إليها فيما بعد بأثناء إعادة التخطيط العاصمة على يد البارون عثمان اللي قلنا عليه 7 جادات كبرى سنة 1854 تحمل جدرانه الداخلية. الكتابة المكتوبة على الحيطان دي اللي شفتوها تحمل 660 من القادة بتوع نابليون بونابرت اللي كانوا معاه في الحروب ومحتلين البلاد يعني، وفيه 96 من أسماء انتصارات البلاد اللي كانت تحارب معهم وانتصر عليها محفورة برضو على الجدران. كما أقام الفرنسيون بعد الحرب العالمية الأولى قبرا للجندي المجهول بشعلة، الشعلة اللي انتو شفتوها دي أسفل القوس تقليدا لذكراه، وبقيت الشعلة لغاية وقتنا هذا بيعتبر القوس وجهة سياحية مهمة للسياح طبعا باريس، وأي حد يجي باريس لازم الشانزليزيه لازم يزور قوس النصر ويتصور عنده. وهو بصراحة مكان جميل، أنا كل ما أروح باريس لازم أتمشى في شارع الشانزليزيه ده، أخده رايح جاي ولازم أروح هناك كده وألف، يعني بصراحة الشانزليزيه شارع جميل جدا جدا. وتستطيع برضو تطلع زي ما قلنا وتدفع 16 يورو حاليا من النفق الحالي، ويلتقي عنده المترو 1 والمترو 2 والمترو 6 عشان يكون عندك علم. بس انت كله لو هتتمشاها الواحد جاي الشانزليزيه عشان يتمشى ويستمتع بمشاهدة المحلات والمناظر الطبيعية وكده، يعني فمش محتاج مترو. وطبعا كل الاحتفالات وعيد الثورة وعيد الأعياد بتاعتهم كلها طبعا بتنطلق من الشارع الشانزليزيه، وسموه
اشتهر بشارع الشانزليزيه عشان في قصر اللي زي جنبه هنا اللي بيسكن فيه رؤساء فرنسا. شعلة الجندي المجهول، يعني أي رئيس بيتوفى أو كده بيقوموا له الاحتفالات هنا وعيد الثورة وكل، فشارع مشهور جدا. وأنا حبيت بس أشارككم اليوميات بتاعتي في الغربة والجولات بتاعت اللي بعملها، فقلت أنا بدل ما ليه لا أنا بدل ما أعملها بالتليفون وأشارك كل الناس معايا وانتوا في البيت تتفسحوا بس. واتمنى لكم الدعاء، منكم الدعاء، وتدعموني بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل فيديو انزله ان شاء الله. ودمتم في رعاية الله، شكرا على طيب المتابعة. وبكده من قدام نسبة التذكاري للجندي المجهول والشعلة نكون جينا لنهاية الفيديو، ونخش على الفيديو اللي بعده، فتابعوني في الفيديو القادم إن شاء الله. يلا السلام عليكم.